منبلش بأول محطة لواتسون ام تي في ولمحة سريعة عن برامج الام تي في. طبعا منبداها مع The Voice Kids يلي عم ينعرض ليلة السبت على شاشتنا مباشرة من بعد الأخبار، وعم نتعرف على أولاد مواهبهم كتير قوية. بعدنا بمرحلة الكاستينج مع أعضاء لجنة التحكيم، الفنانة نانسي عجرم، الفنان قادم الساهر، والفنان تامر حسني، وهالتفاعل المهضوم مع المشتركين الصغار. خلينا نشوف فيديو. One, two, three, four. منتابع مع برامج الام تي في، ورح مننتقل على بعض المسلسلات يلي عم تنعرض حاليا. منبديها بعد الظهر بمسلسل سراي عابدين يلي عم ينعرض على الساعة 6 من الاثنين للجمعة. مسلسل ضخم وانتاج ضخم، منتعرف من خلاله على حياة القصر للخديوي اسماعيل، مع كل المؤامرات يلي عم بتصير مع كل الاشخاص يلي عايشين هنيك، مشاكل عم بتصير بيناتهم مع الام يلي هي سلطة جدا. خلينا نشوف. في ريال تحتاج تنبيه من حزرتنا عشان تعرف اصول الحياه في سرايات، وهي دلوقتي في طريقها للجناح هنا برنسس. ديزولي جو سوي با دون ان بريزون، انا لما احب اخرج هخرج. الخديوي ما بقاش يفرق ما بين بنات جايين من فامي اريستوكراتيك وبنات جايين من الشارع. فوتغلتس ارجوكي تأني، قرار الخروج من القصر قرار مش هين. ديسيزيون فينال ماريا، لو هو عايزني يعرف مكاني ويرجعني بشروطي. ماما هو احنا حقيقة هنترك السرايا؟ انت ليه مش لابس ملابس الخروج يا امير؟ انا مش عايز اخرج ماما. انا لما اقول لك حاجه تقول داكوغ ماما، فاهم؟ داكوغ ماما. ومنتابع مع المسلسلات وبفترة بعد الظهر كمان مسلسلات كتيرة. مننتقل للعشق الأسود، المسلسل التركي يلي صرنا فيه بالجزء الثالث يلي عم ينعرض من الاثنين للجمعة على الساعة 7 المساء. فهيك منكون بفترة بعد الظهر كمان عبينا وقت كتير حلو وكتير ممتع ومسلي للأشخاص يلي بحبوا المسلسلات. خلينا نشوف مشهد. عمر اسمع، إذا هو ابني أنت كمان مثله، وما بصير تشيل الهم كله لحالك. بعدين نحن عيلة، احكي شو في لنساعد بعض. أخوك شو عامل؟ القصة متعلقة بهديك المرأة. عمر عمر بوس إيدك احكي ولا تشغل بالي أكتر. أخوك شو عامل؟ أمي، أخي استغل منصبه وخالف القوانين بالشغل. عمر؟ يعني شو عامل بالضبط؟
أمي، مرت أخي، راح فهمكم كل شي بعدين. هلأ ما خرج أحكي شي، بس خبروني إذا اتصل أخي فيكم، أنا لازم لاقيه مشان مصلحته هو. أما ليلة الخميس فهو ليلة الكوميديا مع شخصيات اللي منحبها كتير بما في مثله، ودايماً مواقف طريفة وسكتشات جديدة مع كل اللي منحبهم، مع الممثلين يلي منحبهم كمان. امبارح حلقة مميزة من ما في مثله، أكيد رح نرجع منشوف منها مقطع. وبذكركم مشاهدينا بأنه برامجنا وحلقاتنا وحتى فقرات ام تي في الايف موجوده كلها على ويب سايت الام تي في وعلى ابلكيشن الام تي في. خلينا نرجع نسترجع سكتش من ما فهمت له لامبارح. القصه مش هون، شو انا بدي اشحطه كرمال شغله اكبر من هيك بكثير. اذا بتعرفه بتقول لي هلا اشحطه. ليش شو عامل خير؟ من ثلاث ايام. ايه انا مرتي بتشتغل هون. ايه بعرف. بالعلاقات العامه. ايه بعرف. جيت من ثلاث ايام الساعه 9 بالليل لقيتهم هو وياها لوحدهم، الشركه مسكره، انا نسيت شغله جيت اشوفها، نقزوا هيك اثنيناتهم. ليه شو في؟ بيكونوا عم يخلصوا شغل، ليش بتفكر هيك راسك بيروح لبعيد؟ يا ريت. قال عم بيعمل لها مساج. هو؟ ايه عم بيعمل لها مساج الساعه 9 بالليل. ليه؟ بخي ما مرتك شغيلي وبتتعب، يمكن تكون وقت بيت صار معها شيء، بتكون قالت له فركلي شوي فرك لها، ما تفكر بهالقصص. طيب بيعمل لها مساج بتشلح ثيابك؟ مين هي؟ مرتي كانت بالزلط. هي كانت بالزلط؟ ايه عم بيعمل لها مساج، مش لابسه شيء. ليه؟ هيدا السؤال بدي انا بدي اتساءل بيني وبين نفسي بساله. ما يكون عندك نية سيئة، بيكون هو بروفيشنال بالمساج. اه والله؟ يعني ليستحكم مظبوط بيكون قال لها شلحي وبيعمل لها مساج، ما تفكر بالسوق. طب هو كان بالزلط، ليه؟ هو ليه؟ كان بالزلط؟ هو كمان مش لابس، هو اياها مش... شو هالمساج هيدا؟ لخ ايه طول بالك اذا هو بالظبط. لحظه بكون هو عم يفرك له. اسمع شوي. ما هو بيفرك بحواسه لانه بروفيشنال، بيستعمل كل طاقته، بيكون شوب وشلح كمان هو بالظبط، صاروا اثنيناتهم بالظبط، ما تفكر بسوقنيه. بس ما بنام فوقه. العمى العمى نايم فوقه. كان نايم فوقه. شو المساج هيدا؟ وعشو بعدك تاركه شيله؟ بدي شيله انا، بس بدي لاقي دليل. اول ما لاقي دليل حسي بشحط ودغري. هيدي كانت لمحة سريعة عن برامجنا، وأكيد فقرات MTV Alive متابعة مع مواضيع منوعة ومعددة. رح مناخد وقفة سريعة ومن بعدها منكون مع فقرة كابلز اليوم. بهالفقرة رح منكمل الموضوع يلي بلشنا فيه الأسبوع الماضي، وهو الخيانة الزوجية. الأسبوع الماضي شفنا مين هو الشخص اللي بيخون، ليه بيخون. أما اليوم فرح منجرب نلاقي وسائل لحتى نتفادى هالموضوع أو حتى نلاقي حلول مناسبة لهالموضوع. وقفة سريعة ومنكون مع فقرة كابلز.